Good morning and welcome to my new YouTube video. اليوم شتي وادي على برا راكم شفتوا كيفاش داير الجو مغيم. Today غادي نقراو because I have one last exam من مورا العطلة وغادي نحاول نراجعو ليه. نحاولو نقراو او ماكس بقات لينا 8 ايام بحال هكا كندوز داك ليكزام. سو ما نقدرش فريمون ما ندوزوش مزيان حيتاش هو اخر واحد وجيسبر فريمون نجي فيه مزيان. جايز فريمون الوقت كيدوز بالسرعه, حنا دابا دغيا في دوزيام سيمستر. سو اي هوب كغادي يدوز مزيان. الجو مزوينش كاع اليوم, هاد العطلة كاملة تقريبا الجو كان خايب على برا. ما سي با غراف, دابا كنصاوب الفطور ديالي, هو فطور وغدا او ميم طو باسكو ما فقتش بكري. دابا راه ديجا 12. هنا عندي جوج بيضات مسلوقين, قطعت واحد شويه ديال الطوماط سوريز ودرت واحد ثلاثه التميرات فيهم اكاشو. شكرا داكشي بروتيني او ميم طو فيه لينيرجي. ودرت قهيوه غنشربها حتى هي وابخي غادي نقراو مع بعضياتنا. سو غادي نديرو ان بوتي ستادي فلوغ. دابا كنتسنى غير الطوز ديالي يسخن باش نقدر نديرو فخوماج. ساليت الماكلة كايز وبقيت شادة التليفون ديالي شحال ولا كنسكرولي. مقدروش تخيلو شحال ديال العكس باش نبدا نوض ونحفظ تركو العطلة كامل وانا مكندير والو. راكم كتعرفو داك لو مومون منين مكتكونوش قريت واحد المدة طويلة كتقول صافي غنقرا غنقرا غنقرا, ديك اللقطة كتجي صعيبة. ولكن دابا صافي خصنا نقرا, غادي نحاول نعطي واحد دوزوغ بحال هكاك, نكتب الريزومي ديالنا, نكتب لي بوان زامبوغتون, داكشي كامل باش يبقى عندي. خلصو اجي نبداو. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. ما تكونوش شتو جايز بلي افونسيت في القرايه ديالي. اون ميم طون كنبقى نخلي حدايا المينيتور باش ما نفكرش في حاجه اخرى باش ما ننساهاش, باسكو هي لا ميثود الوحيده اللي باش ما ننساهاش. فين كنزهو لي شي حاجه بحال كنشوف الوقت كنقول ناري فهمتي راه عندي وقت كومام, ماشي زعما راه ما عندي ما يدار. وتكون مازال جايز غادي نكمل القرايه, مازال كنحس براسي بلي عندي جهد باش نعطي, واصلا مازال ما ساليتش واحد لابارتي من لو كور. اون فوا نساليها غيبقى عندي كور واحد وغادي نبدا لا ريفيزيون من الاول. غادي نحاول نكمل دغيا قرايتي باش نمشيو لاصال. وكتوني يلاه هضرت مع لا فامي, داروا معايا جروب في ابل فيديو فريمون المده نضحك معاهم, دونك يعطوك واحد شويه لينيرجي ولا موتيفاسيون باش تكمل ني درت بريك. بديت القرايه فور توداي, سو ناو ام جوينغ تو ذا جيم. غادي نلبس حوايجي ونمشي توكادر قبل ما نعكز عليه, ساشون كو هاد العطله كامله ما مشيتش للجيم. الله يخليك. يس مشيو للجيم نمشيو نتموتيفا شويه. جو نطفيو الشميعه. Oh, we are ready. بس حويجي ديال السبور عندي معايا اوف كورس سمارت واتش. نتمشى باش نمشي للعصال, وبقات ليا غير شي ساعة بحال هكا, كاع قل من ساعة, دونك ما غاديش نقدر نتريني بزاف. مي المهم هو نحرك شوية لو كور ديالي ونيت باش نعاود نولف لو ريتم بحال داك لو ريتم اللي كنت غادا فيه في الاول كان مزيان. ودابا عاوتاني بحال بديت كنوصل لديك عاوتاني ديك المرحله ديال العكس, مي خصني نحيدو مني هاد العكس باش نكملو, باسكو راه بدا كيبان شويه الريزولطا. و منين تعبرت لقيت بلي كوميم طيحت دو بوا, و سيتي لوبجيكتيف اللي كنت باغا, دونك خصني نكمل. باقي ما وصلتش لوبجيكتيف ديالي, مي ان شاء الله نحاول ندير لكم شي فيديو عليه.
دابا باقي لي غير 15 مينوت المهم حاولت ندير 3 ماشين ديال كارديو دابا غادي ندوز ندير هاد لي ماشين ديال الفخاد عيت بزاف عيت وما جبتش معايا قرعة الماء سيتي اون تري تري بون سيونس واخا كانت رابيد المهم دابا ديريكسيون الدار بخوندغ ما دوش صاوب الماكلة ان واي نوت الا كان مازال فيا اونفي نكملو قرايتنا واحد الشوية وهكا اي ثينك غادي نصاوب حتى طفاري باسكو الدار سلام سو نبقى دو طفيرات عاوتاني هاد المرة نديرو داك الشكل الاخر كنت خديت ثلاثة دابا بقاو لي جوج وناخد واحد منهم ندوز نشرب الماء باسكو فيا العطش الا خرج دابا من لاصال وكاين البرد ان صوص كاعد يضربني البرد عاوتاني الله بريت ديما ديروا القب باسكو كتكونوا سخان بقيت وانا كنفكر جايز ما عرفتش شنو غندير العشاء بغيت ندير شي حاجه هيلتي وانا راكم شفتوا ما كليتش بزاف زعما نهار كامل بالنسبه نهار كامل راني كليت داك التوست فيه جوج بيضات جوج بيضات مع شويه طوماط سوريز مع داك دانون هو كليته واخا نورمالمون كناكل ياغورت ناتور ودابا كليت ياغورت فيه الفاني مي سي با غاف مهم كاينه واحد الشتيوة خفيفة هاي يلا متفازقة وصلت للدار وغادي ندخل ندوش وفي لي برودوي غادي نستعمل ها لو شامبوان لي واعر بزاف كنستعملو دابا شي كتر من سي مو دابا انا كنستعمل هاد الشامبوان سون سولفات كان وصلني من عند كلام ستور جاني معاه هاد لو بوتوكس لي مكنستعملوش بزاف مكنستعملوش فريمون بزاف كنستعملو غير مرة مرة باش كومسا من شعري واخا ما يولفش عليه مي كيعطي واحد لي فوار واليوم غادي نستعمل هاد البوتوكس سو الكونسيب ديالو شنو هو كيتريتي لك الزغبه من الراسين يرجع لك الزغبه ايبر ليس وكيقادها لك وكيعطيك واحد لابريونس واعره خطيره بزاف لواحد الدرجه ما يمكنش راه ما يمكنش غنخلي لكم شي فيديو هنايا باسكو كنت بارطاجيتو ديجا في تيك توك وداكشي واعر بزاف فريمون واعر هو لوغو ديالو ديال الفاني شوف شحال كبير واعر هاد لو برودوي نقدر نقول لكم فريمون كود كور ديال كاع لي برودوي اللي كانوا وصلوني ديال الشعر بعدا البرودوي واعر بزاف بعد ملي غنبغي نستعملو خصني ندير ليه سلوفان على شعري كومسا زعما نخليه واحد 30 دقيقه زعما يبقى في السخون دونك خصني ندير عليه سلوفان ومن بعد كنغسلو ومن بعد كتصاوب شعرك لو بروبليم سي كو ديك لا بروسوفلون ديالي ما بقاش خدامه عليا دونك ما عنديش ستاشوا ما عندي والو عندي غير ليساو دوكو جو بونس كو خصني نخليه حتى يشوف بوحدو عاد غدا ونقادو بلي سيغ جو بونس هادشي لي غادي ندير المهم مبقاش خدامة ليا حتى نقول ليكم قاعد دو ليه البال بزاف سي كو متخليوش الشعر فيها دو مشكل كنوقع ليا كنوقع ليا في الاول يعني حتى فاش من بعد في الاخر ملي بغيت نبدا نحيد الشعر صافي سي تخو طاغ باسكو هادوك الزغبة كتبقى تزير على دوك الشيتات من بعد كيبداو يتهرسو و فوالا خسرتها مي لي غادي نجرب وحدة ديال بابيليس واقيلا شي حاجة ديال بابيليس غتفكر ضروري انها زوينة مي جو سي با المهم طلعو ليا بزاف يعني بزاف حيت انا كانت عندي ديال وان ستيب وكاينين بزاف اخرين واعرين مي انا تالما عجبتني هذيك ديال وان ستيب قلت واخا زوينه مي اجي نجرب شي حاجه اخرى دونك ميبي ناخذ بابيليس تقول لي نتوما الى وحده عندكم واش واعره باسكو هذيك لا بروسوفلون كتجيني فريمون احسن انفستيسمون تقدروا ديرو باسكو ما يمكنش شحال كتصاوب لكم الشعر بالزربه يعني يقدر يكون فازك ماشي غدير سيشوار عاد نو كدغيا كتقادو يعني فريمون احسن انفستيسمون وانا واقيلا قلت لكم غادي ناخذ هذيك ديال بابيليس سو الى كانت عندكم شي وحده زوينه بارطاجيوها معايا المهم فوالا غادي نستعمل هاد لو بوتوكس مع الشامبوان بوغ لو جيل دوش اوف كورس دوف يعني it's obvious ومن موراه هاد السويتنس اللي واعر بزاف 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 فريمون بزاف اوف كورس مون جيل انتيم تا هو غادي ندخلو معايا بيكاز اتس امبورتنت يكون عندكم ان جيل انتيم ليتس هاف ا شاور
ديت عاوتاني دنيته ولات بلا فابور وين درت لا اوت دابا وابلي ديالي طاب غادي غير نصفي بالماء ونزيد عليه طون ومايس ها هو الميل ديالي وجد هايبر سامبل هايبر رابيد ما عندك ما تسنتع راسك كاي ساليت الماكله ودابا غادي ندوز نصوب دغيا طفاري باش غدا يكونوا موجودين حيت غدا لو 31 ديسمبر غدا فان داني دونك فوالا غادي ندير واحد لي فوزونغ اللي كنت خديتهم من اكسيون كنت وريتهم لكم ديك الفيديو كانوا 3 هم ديجا استعملت وحدين هذوك اللي كانوا فيهم لي كور دابا نستعمل واحد في مات واحد مات المهم يكون هما طول من الاخر هادو هما اللي بغيت ندير جيسبر يجيو حتى هما زوينين بحال الاخرين الصراحه الاخرين اللي درتهم عجبوني باسكو جاوا صغار جاوا قصار وما بانوش فيك بزاف كيبانوا بحال قديتهم كيبانوا كيوت صراحه هادي هي لاكو اللي كنستقبل لي فوزونغ كنت خديتها من بريمارك هاد المره غادي نجرب نيشان نديرهم في هاد لي فوزونغ نكونوا صريحين ما كيبانوش كاع دي فوزونغ غير انا خسرتهم دابا شويه بهاد اللصقه خصت نحاول ما نبقاش نقيسها باللصقه مي غاز كيبانوا فريمون بحال الا صوبتيهم في الصالون دققتي مزيان عاد باش كيبانوا لك دي فوزونغ مي سينو راه فريمون تيبانوا ناتوريل فوال الفوزونغ ديالي ندخلو اي ثينك ما بقاش غادي ندير لاكول في الفوزون كوم سان كونترولي شحال غنشد ندير حيت ابخي ملي كتورك باش زعما فريمون يلصق داكشي مزيان كيبدا يخرج لي داكشي من الجناب ابخي كيبقى يلصق ليا في الفوزون وغيبان خايب هذا جايز خسرتو بلاكول وما لقيتش شي وحده اخرى بحالو ما يمكنش ندير ثلاثه بحال هكا غيجي داكشي خايب سو قلت غادي نديرو كوميم تفكرت بلي عندي واحد الحجيرات بحال لي بايات غادي نديرهم هنايا كوم سا ما يبانش داكشي خايب وندرقو هاد العلبه هنايا باسكو يبان خايب وشفتو هكا كيبان ناتوريل دونك بغيت نخلي داك لي في زوين غادي نزيد حجيرات لو روندو كي جا منين درت ليه دوك الحجرات دوك لي بايات صراحه جا زوين وانا فكرت قلت علاش لا ما خفت نخسرو المهم انا كنفكر دابا حتى ما نيو يير وكلشي وزعما لي بايات دونك واي نوت فكرت مزيان وقلت بلا ما نعيط قلت صافي نخلي غير هكا واصلا هاد جوج بحال هادو واش كيت مازالو جو زوينين ولا لا المهم حاولت نقادهم بحال هكا سو فوالا اي ثينك اتس اوكي كنت تقولوا لي في لي كومونتير كي جاكم ودرت واحد الربعه بحال هكاك المهم جوج كبار جوج صغار فوالا هادو هما الطفيرات في المود ديال الناس في المود ديال الناس بقات وقت القرايه تاع غدا ان شاء الله ونقرا غدا الصباح نفيق بكري ونقرا جيسبر تكون عجبتكم هاد الفيديو ونيجيتي با تقولوا لي فوتر افي على هاد الفيديو كانوا دي رومارك تقولوا لي راه كنقرا كلشي وكنجاوبكم سو غادي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جاي بيزوات